ان انت شخصيا انت واجهني، انت واخلي بال حضرتك ما تواجهني انت يعني، انت واجهني يعني، يعني انت واجهني ما تبعتليش حد. ده اللي انا كنت عايز اقوله وعايز اوضحه في كان في مسلسل زمان ولا فيلم كان يقول لك ايه تواجهنا كابتن، ده جعلوني مجرم، جعلوني مجرم، جوكر، جوكر تقريبا، جوكر جوكر صح، تواجهنا تواجهنا كابتن، مش عارف تواجهني ولا ايه هو ده. مفيش حد بيواجه دلوقتي، فان شاء الله يكون اللي جاي افضل باذن الله. انا مش عايز طول، عايزين ننام يا كابتن، عايزين نروح ننام ده لسه كمان لسه الليل طويل النهارده. طولت عليكم، وبقول لكم ان شاء الله بكره ميعادنا الساعه 11:30 مع ملعب الشريف، والسلام عليكم.